السلام مزيان الله يحفظك اشنو دوز معنا نورو وجهك ولا مرحبا انا هانية ما عنديش مشكل راه عندي قناه في اليوتيوب يمكن لي نهضر على المباشر واخا تبين لي الوجه ديالي ماشي مشكل مرحبا تحياتي واخا تخدم لينا راسك أه السلام عليكم بعدا الاخوان الحضور اللي حاضرين معكم تنشكروا okay. اذاعه 24 اللي استضافتنا وتنشكروا الاخ اللي تيزور تي معنا والطاقم جنود الخفاء آه الاسم ديالي يونس حيدا قد مدينه مكناس آه المدينه العتيقه ودابا اتجه لنا اليوتيوب آه تشهنا اليوتيوب باش تكون واحد الطريق دي المسيره ديالنا ان شاء الله تكون فيها الخير وتكون فيها بزاف ديال الحوايج فعلا كما غير غنضيف واحد النقطه الاخوان راه الانسان يعيش في واحد البيئه ليا واحد الحي شعبي رشيت انسبيره من دوك الناس اللي بعدا اس نحيدو بعدا من هذه الاخوان باش ندخلو في الموضوع كما قلت لكم يونس الاب ديالي كنت انا مأثر بالاب ديالي وكل الاب ديالي عنده قهوه تيخدم فيها و انا كنت أخدم سودور بحكم الاب ديالي اللي عنده القهوه تنوض انا وياه الصباح كنت مأثر بالاب ديالي هو تيمشي للخدمه انا تيمشي للخدمه تدير 8 او 8 ونص خصني ندوز عند الاب ديالي ونرجعو انا وياه يعني. بقوة داك الحب اللي بيني وبين الاب ديالي حيت انا هو الصغير في خوتي فعلا المدة اللي ضربت مع الاب ديالي يمكن ما دوزتهاش مع الاصدقاء ديالي درت 16 سنة 1700 ألف 1000 ألف و سبعة... سبعة... س... 96 96 مات الاب ديالي هنا فينا نتفرغوا لواحد النقطه الاخ ديالي ملي تيموت لك الاب ديالك وهذا كنت تكون عندك واحد الكونيكتاج نتا والاب ديالك و تيحن فيك و بزاف ديال الحوايج انا كانت عندي الهدف اللي كان عندي كانت عندي الخدمه دار لاسان هذا هو المبتغى ديالي خدمه دار لاسان ما بلي ما حتى شي حاجه هنا فين يموت لي الاب ديالي وغنتاثر علاش حيت خوتي عايشين برا الاخ ديالي مجوج الاخ ديالي حتى هو الاخر مجوج اذن هنا بقات لي الام ديالي وبنادم في حاله المراهقه تيغلب على الام ديالو ماشي تيغلب عليها بشي حاجه بغيت تهضر معها سكتي الوالده ابتا واخا هنا في الانسان يخرج بداية الانحراف ما تنكمي ما تنشرب ما تندير بزاف ديال الحوايج حتى تعاشت مع بلا ما نقول هذه الكلمة هذه تعاشت مع الناس ديال ديال السوء خرجوني وليت تنكمي وليت تكيف تندير حلوى وندخل للدار ما عينيك حمر حقا حقا السدور ميكتاو وكتاو هذه وهذه لمدة نتاع شهر دخلات فيا البلية ولي صافي تنتنيرفا ولي تعاطيت المخدرات ولي تنكمي الحشيش صافي ما مازال ما عاقوش بيا الوالدين ديالي بلي انا تنكمي الى مدة نتاع تقريبا تلت شهور هنا بقوة اللي تيهضرو معايا مواليد الدار والاخوان ديالي وليت تنتعصب صافي بحال اللي سيطرات عليا ديك المخدرات هنا النقطه اللي بغيت نشير لكم اخوتي الشباب اللي ما بغيناكم تضيعوا بحالنا حيت الاغلبيه ديال الشباب تتلقاهم تجلسوا اكثريه مع الناس اللي ضاربين السجن و ما عمرو دوز الحبس وبزاف ديال الحوايج تيبقى يتانسبيرا من دوك الشجناء تيبقى يعاودوا الكارتيل فلان فلاني خرجنا للساحة سيد لا يسعى عقل سيد مازال صغير تجلس وتسمع هذه المحاوره ديال الحبس و تيجلس و تيتانسبيرا منهم اذن إيه هاد السيد حتى غيوجد واخا دير الحبس حافظ كلشي شيء. اش قلت 24 عام ديال الحبس هذه غير نقطه بغيت نصحح لكم بقينا تنجلسو مع الناس هادو ضربت هذا فعلت هذا و بنقول لكم اخوتي انا كنت بتريني الجيدو تقريبا تسع سنين ديال الجيدو صحه ما والو هنا كان فيه واحد جيدو المهم دينا في البساله من هنا من هنا ندوزو مع هاد الحومه ندوزو لهاد الحومه في هاد الحومه وديما وعلاش بالذكر اللي بغيت نقول لك الاحياء الشعبيه راه واخا يكون الانسان صغير وتيمشي للدراسه تيخرج باش غيمشي الانسان ملي تيبغي يبدا الدراسه ديالو تيكون خارج أمه موصلاه او هو موصل راسو حيت المدرسه تكون في احياء شعبيه حدا الديور تيكون غادي للمدرسه تيخرج في بلاد مع الزباره هاز جنوي هاز قرعات الشراب غنفعل غنترك الدري تيشوفو تيتاثر تيولي باغي غير يوصل لداك اللي فيه داك السيد باش يتانسبيري منو ويولي بحالو حيت باش نقول لكم راه قديمه راه كلها احياء فاقره واحياء فيها الناس اللي ميسر عليهم الله وكاين الطبقه عاوتاني اللي ما عندهاش كيفاش هاد السيد هذا تيلبس برديله ولا كيفاش هاد السيد يلبس كبوط او بنادم باغي يتبربس باغي يدير شي حوايج ما عندكش انت الدراع بعدا اصلا الخدمه وتتعلق فين تفلق تلقى باق او طالب معاشو او بزاف ديال هاد الحالات راه حنا تنعيشوها الخوت فعلا تتعلق في واحد الحاجه اللي ماشي قدو هنا فين تيخرج بنادم اللي انحراف بلا ما نخرجوا على النطاق ديالنا نكمل بعدا على النطاق ديالي كنا تنجلسوا مع دوك الناس تنبقاو نتانسبيراو منهم حباسات تططط تططط ولينا تناكلو قرقوبي ولينا نكلو الحشيش ولينا كدا صافي وليت نيرفوز وليت ندخل للدار صافي عاقو بيا مالين الدار وليت نكمل ضربني خويا هيا ما يضرب فيا وينصحني مع خويا استاذ الرياضه الرياضه راه عنده طروازيام دان في جيدو تضربني المسائل هادي هادي بقاني بالله راني التبليط دخلات فيا بارك الله يعاونك اذا هنا الخدمه والاب ديالي الله يرحمه منين مات ما بقاش داك الحكم داك السيطرة على الدار اللي غيسيطر الذكر اللي كاين في الدار مشى الام تتكون مغلوبه خوتك مسافرين الاخر مجوج الاخر مجوج شكون لي غيقابلك ما كاينش اللي يقابلك هنا من بنادم من الانحراف ملي تندخل صافي مسائل على ذكر الاخ اللي سولتيني اول شده شديتي انا عاود لك واحد النهار انا قاعد في الدار كياف مقرقاب كنت فرج ديك الساعه في الهنود كانوا تيديروا لنا من السبت من الحد لحد فيلم هندي في الديور كنت فرج تجي مرض اخ ديالي وقالت لي اعتق اعتق اخوك تيدابز مع شي وحدين في السكاكين وراهم مدورينو وانتم راكم عارفين الاخوان الاخ ديالك ماشي راه هو صاحبك هزيت هكاك بالحفه تمشي تلقاه تي دابز مع واحد الدري ود الملاح ما نذكرش الاسم ديالو وكاينين المرود والبوليس واقفين تسالوا الصداع تسالوا الصداع خويا بالحكم ديالو استاذ الرياضه وهاديك الجهه كامل الناس يترينيو عنده عنده لاصان جا البوليسي قال له تمشي معانا قال له مرحبا مشي معاه قال له غندير لك قال له لا علاش غدير لي انا قلت لي تمشي معاك نمشي معاك ولكن باش تركب ليه المينوط وانا استاذ الرياضه هو دوزني قدام التلاميذ ديالي بقى تيخسر معاه الهضره داك الرجال الامن انا ملي وقفت تنشوف الرجال الامن تيشنق على خويا وتيضربوه بدون سبب بدون سبب تيضرب الاخ ديالي انا مازال في الطاج ديالي انا ديك الساعه عاد خصني نبان قلت له علاش تضربوش عندكم الحق باش تضربوا قلت له ت, ت تمشي معايا تمثلك وبغى يمشي معاك ولكن علاش تضربوا قال له قبط هاد خينا ما نكذبش عليكم اخوتي منين قال قبط هاد هذه هادي بقينا تنضربوا في البوليس خويا تيلوح من هنا انا تلوح من هنايا آه نقدر نعطيكم واحد الفكره باش تعرفوها السكاكين حنا تنقولو السكاكين راه كاين واحد الناس يبيعوا بحال نقولوا بيجامات يبيعوا كدا المتاجر ديال الحوايج طريق عامره صافي ملي بقيت نضربو كدا هادي صافي انا بغيت نهرب قلت له خويا سعيد هرب تمي هربوا، انا هربت خرجت له واحد المراه في الطريق طاح عليها زطم عليها طاح قبطوه تاول هو الكوميسار تيقول لهم داك خو خصو يحضر داك خو خصو يحضر فعلا بقات عليا يا امي يا ولدي يا انت شنو درتي واش قلت لهم امي راه تيضربوا خويا قدامي راكم عارفين الحر ديال الاخو الاخوه, الأخوة. فعلا قال لهم خصهم يجيو هذاك مشيت كديت حوايجي تما طالع عندهم الكوميساريه قبتني داك الكوميسار قال لي انت هو اللي كنتي محيح على البوليس و هادي و هادي قلت له انا عندي المرتبه ديال خويا بحال الاب ديالي حيت هو كبير عليا ما نبغيش نشوف شي واحد يمد عليه يديه قبطوني هلكوني دقدقوني مزيان هنا هذيك النصيحة اللي بغينا نرجعو تي كل الامهات أولدي عندك تهبط الحبس راه الحبس خايب راه الحبس كدا تكون عندك واحد خمسة وعشرين في المية ولا مية في مخوف ولكن ملي تطيح في الامر الواقع تتولي ما عندك لا حيلة ولا قبطوني ضربوني هبطونا للحبس دخلوني ما تنعرفش شي حاجة دخلت سميتك سميت كدا تصور طان طان ديوه انا ديك الساعة داوني مع البيبي حيت مزال صغير دخلت الكارتي نتاع البيبي تا الدراري واخا تيجيبو والديهم ديك الخضرا او يجيبو ما تيجيش انا اديبوك تيجيبو لهم الخضرا او شي حاجة باش يطيبو ولا ديك الخضرا كاملة الصباح تصبح في واحد الكروة تيتشايرو بها وتيضربو بها اذا تيكون عندك واحد 100% تاع التخوف من شي مالكم مع هاد الناس اسيدي شنو 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 هذيك الساعه الاخ ديالي استاذ الرياضه ما عندوش شي زعما شي عقوبه اللي دو عمرو دوز فيها شي او انا عندي شي مخالفه باش غندوز السجن جن الدوسي عندنا ما عمرنا دوزنا الحبس المحكمه تعاطفات معانا وشافت من حالنا وعلى حسب الصوابق ديالنا حكمات علينا باربع شهور ديال السورسي و ألف ريال الكفاله خرجنا خرجنا من السجن هنا شاد فمركز هذيك الساعه كانت عندي تقريبا شي 16 سنه 17 سنه هنا اللي كان داك التخوف اللي تيخوفوك الوالدين من الحبس وكتا صافي تحيد هنا غتبدا بداية الانحراف هنا مع باش نوضح لواحد النقطة للجمهور كما تيقولوا الصحيح راه هو الله سبحانه الله هو يعني واحد ال... الانسان تيكون تيتملك واحد القوة داخلية تتكون فيه هذيك هو خصو يخدمها ويوظفها في شي حاجة تاع المعقول حنا قطنا وخدمناها بتهرقاويات وكانت ديك الوقيتة الى ما كنتيش راه سميتك فلان وما كنتيش وكدا ياكلوك هذه هي النقطه اللي بغيت نقولكم نتوما راكم عارفين الاحياء الشعبيه كي دايره الا ما كنتيش عندك خوتك عندك كدا ولكن راه لا ما كنتيش كاين معاهم راه غيديروك تحت الصباط فعلا بقينا قاعدين هكا طن 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 انا باش نوضح واحد النقطه للجمهور انا ما عمرني بعت الحشيش ما عمرني تعديت على شي وحده ما عمرني ضربت شي واحد وما عمرني سرقت ماشي ما عمرني ضربت شي واحد ما عمرني سرقت عندي اللي كانت فيا كانت فيا المديبزي والضرب والجرح هادو هما المناتيف اللي تنتحكم عليهم كاملين على الضرب والجرح المديبزي واخا سيدي المهم جلسنا بقينا هكا هادي حوما هادي حوما هادي كي تيقولوا حسيت براسي وليت كاين ولا كلشي تيحترمني ولا كلشي تيفعل لي هنا الاخ ديالي 2001 97 98 99 2000 2001 راني خدام بخير عندي كراج في حمريه ديال السدور حتى تنتفاجئ تيتهموني تهمه خطيره اللي هي الروح وانا هاد الروح هادي كما قلت في الفيديو السابق ديالي ما عنديش بها انا حتى شي غرض هذه هي النقطة السوداء اللي هي في حياتي تعاني من الأخ يونس حيدة هي هاد النقطة هذه ديال هاد الروح اللي ما عندي فيها حتى شي علاقة نعاود لكم القصة ديالها واخا تكون كاع هي مختصرة باش نعطيكم واحد الفكرة حنا راه ماشي سنفتخروا بهذا الشيء ولا حنا الحمد لله ما كانوش عندنا قنوات تاع التواصل ولا تيجي بنا تيقول كذا تقول هذا كبر صافي الله يعاونه لا دابا ولات تدخل اليوتيوب تفرج تعرف تسمع تحاور توصلوك الفكره وتوصلوك بزاف ديال الحوايج كنت خدام جا واحد السيد قال لي الله يرحمه دابا راه هشام مسكين راه مات الله يرحمه كان عايش في الريف وباه لاباس عليه و تيدير داكشي ديال البوليستير البارابورات ديال البوليستير انا شنو خصني ندير له خصني نركب له غير داك السيبورات اللي في البارابور انا كنت ديك الساعه صنايع راه 18 عام صنايع وقال لي انا نحل لك الكراج نشريك البوست نشريك المسائل والبريك جاك كأنه جات شي كليان او كليون يقولك صوب لي الدار ولا صوب لي باب الدار هذاك الشيء زعما خوضون نتايا ما عندي ما ندير انا صوب لي غير السيبورات فعلا مشينا حمريا قاد لي صبغناه قديت البوست قديت المسائل قال لي واحد الطريف صغير اللي ما تصبغش وقلت نخليه لغدا ان شاء الله ونطلع قلت له المعلم صافي راني ساليت غدا راه بقى واحد الشهر الصبار غدا نصبح حال الكراج شوفوا الاقدار اخوتي فينا تلوحني جا المعلم قال لي خليك تما كاين جلس تم جا عندي المعلم بالطوموبيل زيد نوصلك كدا هادي وصلني حدا عمة الملك في مكناس القصر ديال عمة الملك عقبت السمن عطاني مية درهم قال لي انت باش تركب باش شكل وكذا وهادي تيتهلا فيا داك ان شاء الله يرحمو راه فدار الحق انا تميت طالع على عقبه السمن دخلت في حاله ديال طرفت حويجاتي مسائل ديالي كانها ما كاين شي حاجه وديك الساعه كنت انا نبلي بالفراخ هذه هي البليه الوحيده ديالي انا راه خوتي تنبسط عليكم تنعاود كانني تنعودكم قصه مبلي بالفراخ المهم عطيتهم مي كلاس كلاس, كلاس مي مضراوي اه مي راه قرب يسهل الله سبحانه الله فعلا نط الصباح كملت ديك الضربه اللي ضربت اه يا ربي جلست قبل ما نمشي للخدمه خرجت بالليل جلست حدا العساس حيت انا ما تنكميش قدام الام ديالي يعني جلست قلت له شي ورقه برم داك جوان كميس قلت له كتكمي قال لي عفا الله هنا أو مسيد اللي طالع مع السيده و تضحكو انا شنو قلت قلت له حميد قلت له هما جاوا الناس ياكلوا الراس حيت كاين واحد مول الريوس تيبقى من الليل حتى الصباح. حتى لل4 الصباح 5 الصباح 6 الصباح اقليه والحمد لله وخا نديهم معاهم حتى 70 درهم ولا 80 درهم واخا في الامر من طليناها كتشي يبان لي الصديق ديالي والصديقه ديالو طالعين سكراني شي غوتو و تي هداك قلت لحميد هذا راه فلان وفلانه قال لي صافي خليهم يمشي ما تيجيب ديك السيده غير الدوره طيحها حدا الدرب ديالنا طيح ديك السيده انا كدا وراكم عارفين السيده تكون شربه الغوات وانا خفت من الوالدين يخرجوا ولا قلت له فلان قال لي شنو قلت له عفاك الزاو سير ديال جيت الدوره ولا دبر راسك انت هادي هي الهضره اللي كاينه ما بغاش الغلط الوحيد اللي درت الاخوان هي ملي ما بغاش هو هزيت انا المراه ديتها لديك الحانوت دي نتاع القزار في الدوره حطيتها شافوني الشهود فعلا <applause> رجعت حدا حميد حدا العساس قلت له راه البريكات فالي داك شح الجوان شحال الجوان لقيت تمكمي حداه ها انت شنو بغا انا مزاوق خويا يونس انا مزاوق كدا عافاك سير فكا راه صاحبك راه قالك راه فعلك را الغريب في الامر هي من مشيت لعندو لديك البلاصة ما لقيتهاش طلع من ديك البلاصة نتاع جلا حلامة كاين واحد الدريب من لهنايا دخلو لداك الدرب انا قال لي راك الزر راهوما دخلو تما باب الدرب كاين عساس داك العساس كاين تما هو اللي حاضر السيكتور حاضر دوك الناس اللي تيبيعوا الخضرا والمسائل هذيك الساعه كانوا يلا خرجوا دوك الصنادل ديال الفيله غلاض هو داك الدرب فيه بياضه ملي دخلت عنده هو قاعد معاه في القنت له دخلت لعندو قلت له آه فلان بعد من الناس لا انا كدا ولا دي وانا صاحبتي وانا الله يعطينا والله يعفي علينا قلت واش ما بغيتش تفك منها قال لي ما بغيتش قلت له الله يعاوننا ويعاونك انا ملي تميت خارج تنضرب على رجليا هذيك بياضة مع ديك الفيلة وسخات لي رجلي خرجت عند هذاك الكزار قلت فلان قال لي شنو قلت له عفاك راه رجلي غسلت رجلي مسائل هبطت حدا العساس من هبطت حدا العساس كميت داك الكارو جيت حدا الدرب ديالنا وجلست وبقيت تنكني الغريب في الامر هو داك الكزار اللي كانوا قاعدين تما ديجا وقع معاهم صداع جا هذاك داك الكزار نسى الثلاجه ديالو طافيه قال له هو يجي يحل باش يحلو وكذا بقى السيد قاعد معاه قال له ضحي بقى المهم في الهضره وسبوه وكذا مسائل هي فين غيدخل للدرب انا منين إن رجعت ثم هدرت معاه من الدرب ورجعت في حالة جيت دربنا تنكمي تيدوز يدك الكزاب قال لي انت خويا يونس ما بغاش هاد السيد اللي هكدا وراه ما خلاليش قلت له خويا فلان الله يرحمك كي وايد راك عارف اش شربوا هادي هذاك هو السبب البراءة ديالي يعني. فعلا كملوا القصه تمينا غادي جيت حداك داك سميتو دارت حدا قبل من 12 هضر معايا دارت 12 دخلت في حالتي للدار حتى باش غدا نصبح الخدم مشيت خدمت دارت ديك الخمسة ونص العشية ونص العشية المعلم ديالي هبطني عقبة ديال السمي هي البلاصة فين تيحطني ندخل على المدينة فين حطني دور معايا ديما تيدور معايا الله يرحمه ووالي برحمة الله دور معايا قلت له تا الله راه غنبداو الخدمة تما طالع على ديك عقبة السمن دزت على الريال القسطاني تيبان لي السيد اللي انا خويا يونس واش ما فخبارش قلت له شنو فخباري شوف انت اخو كيف تمارا قلت له قال لي راه لقاو السيده ميته ف سميتو ف في ديك الخربه اللي حداكم عرفتي انا ما نكذبش عليكم اخوتي انا بحال لقبت الزعفران وخويتو عليا ودرت راسي بحال ما عارفه قلت له شكون راه مازال البوليس يقلبوا راه ما عارفين ما هو انا ملي تميت غادي في الطريق تنقول يخ عندك تكون كدا عندك يكون كدا عندك واخر. وصلت للدار ديالي جيت للدار قال لي خويا اجي نتايا واش دخلتي مع 12 ملي حليت لك الباب قلت له يا خويا رانا دخلت مع 12 ملي حليتي لي الباب واش عندك شي علاقه مع الدراري قلت له ما عندي لا علاقه ولا حتى شي حاجه بقى تيسولني نفعلت قال لي شغلك هذاك قبل دوك أخودي دوك دي دي. انا دوك كما قلت لكم اخوتي دوك الفريخات ديالي غادي بحال اللي تنتوادع معاهم قلت لهم لميها وكذا وهادي وغسلت لهم وعطيتهم لميكله علقت القفز يلاه انا حتى جلس فوق الستاري تسمع طق 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 شكون البوليس واش كاين يونس قلت لهم اه قلت لهم آه كاين دخلوا عندي آه يونس الله بخير عندنا واحد الشهاده باش تمشي تشهد معنا فيها هذه هي سبب في عدابي الخوت هاد عد الشهاده هذه هي سبابي في عذابي قلت له شنو داير انا باش نمشي معاك واش داير شي جريمه داير لا كانك شاهد واخا هنا باش قلت لكم هذه سبابي في عذابي نسيت نسيت العساس اللي في الدرب ونسيت راه غايقول لهم دخل يونس وبحال اللي قبضتوني وصرفقتوني المهم باختصار باش ما نحرق لكمش المفاجاه جا داوني دخلت عند الكوميسير السلام السلام قال لي سمع ولدي تحكي لنا شنو كاين بشي في حالاتك انا بحكم 30 عام ديال الجوره ديال دوك الناس ما قدتيش نقول راه ضربها او ما مزال صغير قلت له نقولك الصراحه قال لي شنو هي الصراحه هذه قلت له انت راه كنت قاعد حدا حساس ما تنكميش قدام الام ديالي جيت حدا الدرب ديالنا وجلس تنكمي هو يقولهم كوميسير هذا كذاب انا نسيت راه راني نسيت العساس مشى خوالو قالو لهم ودرا دخل فلان وفلان, وفلان وفلان بلي ما راقص را رجلو داو و داو كذا حنا ما بغيناش ننقزو قال لهم تيكذب ضربوه بقاو تيقتلو فيا ضربو فيا وانا تنقول لهم ما شت له. والو المهم كتبوا داكشي اللي كتبوا اعتقلونا ويعاون هبط للحبس تصور اخوتي شنو دايرين ليا دايرين لي القتل عمدا وتشويه جثه واخفاء الجثه والسكر العلاني والاغتصاب هذا المنتفاده اللي عاطيني نتاع المؤبد تصوروا داك العام اللي ضربت تنقول اليوم يجيو يسنقوني اليوم المهم راكم عارفين بلاد باش يديروا هاد المونتيب ما كاينش اللي شي مسجل لي غتسولو تقول له اخ ديالي شنو دابا غيديروا معايا دابا هكا يقولك زعما راه يعطيوك 10 سنين او يعطيوك 6 سنين او 7 سنين تسمع غير حيت اخفاء الجثه والسكر العلني والاختصاب بالعون هي اخفاء الجثه راه بحال لي قتلتي وخبغيتي تخبا الجريمه ديالك هذيك فيها مؤبد مهمه ناكل ما تنشرب ساقولي الخوت ديالي في فرنسا الخبر جاوا من فرنسا شنش تنقول لاختي راه اقسم بالله ما داير شي حاجه انا راه ما عارف شنو كاين شنو كاين علاش ما تقول لهم قلت لها راني خفت تشرى لي بيني وبين داك السيد عداوه ويدوز الحبس وتبقى بيني وبين داك السيد عداوه انا قلت زعما نخليها في كبيره ما انا ما خسرت والو نقول لهم ما بداش نشتا شنو بزيتها ودخلت وراه عاود مشيت عنده وبلي ما راه خرجت ما نتقبضش فعلا <applause> جابوا الحساس قال له شنو شتي قال له ترى السيد هذا دخل هو هاد السيده وهاد المسمى يونس حيدة راه دخل تقريبا ثلاثة نتاع الدقائق ولا أربعة نتاع الدقائق وعاود خرج قال له تقريبا معايا خرج قال له مع 11 و57 قال غادي ل 12 قال قالوا قولوا 12 واخا مشيت بطوني شهدو داك الاحساس عتقلو هنا دخلنا للشيجن بقينا في الشيجن تما كاين من الاوحي طلع عادي طلع عادي المهم كيما قلت لك الاخوان ديالي ساقوا الخبر هبطوا حيت رانا خوهم ما يقدروش يدوزوني داروا تحريات عاودوا خبره طبيه عاودوا بزاف ديال الحوايج الغريب في الامر لقاو السيده ميته سكتة قلبيه اذن انا ما عنديش علاقه في الروح ها وحده منين جابو وطلعنا اخر مداوله في سميتو عيطوا الشهود كاملين شنو شتي نتا مول الحان قال له دير راني السيد قاعد لي في الحرم طفاتلي الثلاجه وبغيت نشعلها وبقى تيخسر معايا الهضره وهذه 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 قال له واش كان معايا يونس قال لا يونس ما كانش معاه يونس كان حدا الضرب ديالهم وقال له الرئيس واش يمكن له زعما حدا الدرب ديالي يشوف هذاك قال له لا حيت لاخر قاعد في الدوره قال له اذا ما تشوفوش هذاك هو اللي براني تنشكروا من هذا المنبر هذا اللي براني من الروح كيما شفت اخوتي دخل الرئيس داك السيد الجزاد وقال له ودي انت شنو شتي قال له ودي انا جيت نحل الحانوت ديالي باش نشعل الثلاجه نسيت هذا بقيت فلان وفلانه قاعدين هنا وهدرت معاهم وخسروا معايا الهضره قال لهم واش كان معاهم يونس قالوا له لا قال له يونس كان حدا الدرب ديالهم قال له الرئيس واش يمكن يبان يونس لذاك السيد قال له لا ما قدرش يبان له حيت كاينه دوره هذه شهاده نتاع الجزائر جابوا الشهاده نتاع نتاع سميتو ديال الاساس قال له شنو شتي قال له ودي شتا السيد وهاد السيده دخلوا جلسوا واحد تقريبا سبعة ساعات الدقائق ولا هكذا تنشوفوا يونس حيدة داخل عندهم هضر معاهم تقريبا ما كاملش شي 10, 10 دقائق وتم خارج منين تم خارج غسل رجلو عند الكزاب فعلا مشى في حالات هي قال له الرئيس دابا بلا ما تكثر عليا تقول لي شفتو مع 12 او شفتو مع كذا قال له بغيت نعرف مين مشيون يونس حيدة دخلتي واش لقيتي السيدة حية قال له اه لقيتها حية قال له شحال تكون ديك الساعة قال له الوحدة جوج الليل هنا انا تبريت من الروح مشيت في حالتي مع الطناش قال له واخر اخر خطرة شتيها قال له اش نقولك دخلت مع ثلاثة ونص الليل او ربعة الليل تنطلع ليهم تيبان لي السيد ما كايناش السيد ما كاينش والسيدة طايحة في داك في القادوس وميتة إذن هنا أنا تبرس من الروح هنا تنعطيو هذا الشيء نصيحة للشباب علاش حيت هاد المعاشرة تاع الدراري اللي خارجين على الطريق غيلوحوك بزاف تقدر تقول هذا عشيري وتقدر تقول هذا كدا وتقدر تقول هذا نصدم معاه أنا ندير معاه راح تكسرها بطل الحبس كل شيء يمشي لكارتي كل شيء يفرقوه واحد يمشي لهنا واحد يمشي لهنا خلاصة الأمر هنا غنتحكمو حتى جوج د الليل من جوج د الليل شوف من الصباح حنا مطوفين بلا ماكلة بلا تا شي حاجة حتى جوج د الليل غينطق الحكم دخلونا حيدا يونس تتنجيك المحكمة <hesitation> تتنجيك المحكمة <hesitation> بالقتل عمدا وتشوي الجثة واخفاء الجثة والسكر العلني والاغتصاب تحكم عليك ببراءة انا ما حيت الاخوات ديالي الخوتي مشاو جابوا داك الطوبسي ولقاو ميته بسكته قلبيه وما عنديش انا غرض فهمتي تحكمات عليا بالبراءه والسيد اللي معايا دا اربع سنين ديال السجن هذه و... قصه باش ما تيديش الانسان العيب مع ولاد الحومه ديالو او يقدر الحبس يدوز يخرج يقولك انت شهدتي فيا يقدر يقبطها في العقل ديالو يقدر يوقع لي مشكل معاه الحمد لله ومن خرجت من ديالي ما طلبت لا طلب بتعويض ولا بتا شي حاجة علاش نقول لهم انا عوضوني ولا ديرني لي صافي خرجت الحمد لله وشكرت هنا غير الامر من جي سنة مرة هنا في في حدث 24 راه لو اول خطره تنصرح بلا ديت البراءه عندي وثائق وعندي بزاف ديال الحوايج وفي الفيديو ديالي ما مشي ماشي ما تلفت وقلت عطاوني منشور شهور ديال السجن حنا صححنا هاد المعلومه هادي وهادشي كامل الخوت عاودنا لكم هاد الطريفه هادي باش من يطيحوش خوتنا الشباب فهادشي اللي دوزنا حيت نقول لكم واحد واحد القضيه علاش دابا ما يديرولناش حبس بديل الدوله دير الحبس البديل واش الانسان اخوتي تيكون صغير تسقطو تدخلو السجن اول منتف عنده نقولو هرسي بارت بريز ولا اللي دارها هاد قبطو راه ساهل باش غيطرونجا مع داك السيد وخلصو تعطيه رزقو ولا ما عندوش آه لا ما عندوش عقوبات آه بديله شنو هما هي بحال الانسان يخدم في ميناج يخدم في زبل يخدم في طبيب يخدم بزاف د الحوايج ماشي انت تزقبط بروج تتهزو تدي وسط السجن تلقى منحرفين عليه اللي تيبقاو يخططو فوسط داخل السجن اذن داك السيد شنو بغيتي يتعلم منه حتى حنا طحنا فهاد هذا تحنا حنا منهم وتحنا حنا ولينا نخرجوا مابقاش والاجرام الاجرام 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 ولكن حتى لاي هادشي اللي بغينا نقولو للدوله الدوله, الدولة تنطالبوكم ديرولنا العقوبات البديله منها تخلص الكفاله ديالو الا غير في الشانطي تيشطب مع نعم مول الزبل هيخلص الكفاله ديالو ويبقى له واحد الشواذ المصاريف واصلا راه هو عايش حدا والديه بزاف د الحوايج ماشي الانسان تيضرب 26 سنه ديال الحبس او 30 عام ديال الحبس باش تقول له في الاخر جاك الفرنسا باش تخرج فين غيخرج فين غيخرج, فين غيخرج؟ راه ليس يعقل هادشي الشرفه باش بنادم تيضرب واحد الكوندينا ديال الحبس 26 سنه ديال الحبس او 30 عام او 10 سنين او 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 راه تتردو تعيش معكم في العالم الداخلي ديال الاسوار حيت الا بغا يخرج للمجتمع وشحال من البطيمات تبنات وشحال من العمارات تبنات السيد تيخرج ضايخ تيبقى يكون انا مع من هادستنا مع من تيولي مخدر بالحبس وخصو يرجع للحبس شحال من واحد دوز معانا هو الخاوة شيبان تيقول لهم انا خليوني في المؤسسة فين بغيتو ترخيوني ما بقاو لي حباب ما بقاو لي خوت ما بقاو لي صحاب فين بغيتو ترخيوني ولذلك اخوتي تنعطيو النصيحه للشباب تنقول لكم اخوتي الله يكبر بكم ما تطيحوش في الفخ دير راسك عندك 18 عام الله يستر واللي قدرها وتحت يا صاحبي وقعت شي جريمه القتل وعطاوك نقولوا هي 20 سنه او 15 عام غتخرج عندك كذا و30 سنه راه ما كايناش الحياه تاع الخوادر ومازال الامهات تشوفهم دابا صغار راه اي حاجه تقولك ولدي ولدي ولكن راك ملي تضرب الحبس الطويل وتتخرج تلقى الام ديالك تبدلات على الصوره اللي خليتيها راه الانسان تيحشم و تي علاش تشوف ام ديالك كبيره تمشي من هنا لهنا تسعيا شكون هذاك اللي غتتبعك كما قلت لك الاخ ديالي انا كنت تما كاين تيعطيو واحد شويه ديال الروس شويه الزبيب فخيط طايب جوج زويتينات قلنا الله عندنا لا حيد القفاف وقفه في دوالدينا بعدا نبقاو ما ناكلو الغريب الامر الاخ ديالي لقينا غير داك النهار اللي داروا داكشي ما عاودوش عطاونا حتى شي حاجه ولاو تهزوا الدجاج يسلقوه بحال الكلاب حاشاكم ويعتبر بنا مره الصعيب فينا هي هاد الخصصه اللي حاس بها على سيدنا بها وعطيها الميزانيه اللي مخرجها عليها هذه هي اللي بغينا هذاك وتنطالبو المسؤولين باش يردوا القفاف للمشاجن راه المشاجن تيموتو بالجوع لداخل لداخل نتاع ديال الشجون تيموتو بالجوع مازال الام ديالك تحن فيك تجيب لك الدجاجات تجيب لك كذا وتجيب لك هذه وتجيب تتحس واحد عائلي ملي تاكل ما كلت ما يمسكو كدا و تحس بها هذيك الماكله لها علاقه ينطقنا بغينا نطرقوا لهذا الشيء آه خوتي الله يكبر بكم أه و تنعطيو هذه النصيحه للشباب اخوتي راه الحبس ما فيه ما يدار وما توصلوش لذاك الحبس الله يكبر بكم و تريني و وهنا أنا لعبو غنعاودو نضيفو سبب التوبه باش تبت انايا انا ما عليكم اخر موتيف خرجت منه 2013 شهر 7 السن سن ديال السجن 10 سنوات ضرب ديال السجن وخرجت شنو داك السجن شنو وقع لك اللي وقع لي وقع لي مع واحد فيدور في واحد الحانه ما خلانيش ندخل قال لي كاسكيتا ممنوعه وداك الشيء كذا المهم تزيدنا في المشادات سنق عليا سنقت عليه صافي وقعد ديك الضربه ضربت جيت نضربو هنا بالموس مشات له الخاصيه ديالو تحكمت عليا انا بالضرب وجرح المؤدي الى العام ديما ب سنوات حبس النافذه وبقيت تما تنضرب في الحبس تنضرب في الحبس تنضرب في الحبس العام الاول العام الثاني حتى وصلت لخمس سنين صافي وانا تبلوكا صافي بقيت تنضرب لنا تنضربو من هنا لهنا علاش هو الام ديالك تتخليها في واحد الصوره زميله ومازال قاده وتهز معاك؟ علاش كاينين خوتي في فرنسا خويا مجوج الاخر مجوج هي الام ديالك تقول لهم الكفاره بالله مخلي خوتك وخوكم بالجوع نتوما قاعد تاكلوا هنا ما تقدرش تسمح فيك الام ديالك ولكن انا بقوه بالحكم اللي تجي عندي الام ديالي حنا عندنا الفلوس بزنسنا في وسط الحباسات هذا الواقع تنقولوا حنا كتدخلنا الكميه في وسط السجن ولكن راه كاينين موظفا نزهاء وكاينين اللي ماشي نزهاء ديما تنقولها في الفيديو واللي ماشي نزهاء تيحرفو تيحاربو النزهاء الحشيشه تدخل بالكميه وختامين عندنا الفلوس عندنا خصنا نشوفو امنا ملي تجي عندي الام ديالي تنشوفها تبدلات في الصوره ديالها على مده نتاع واحد العمر راه 8 سنين او 10 سنين راه صاحب ب 10 سنين وحيدوا لي عامين سيدنا الله يخليه لنا عمامه فوق الراس ضرب تمنية سنوات تمنية سنوات راه ما ساهلاش ملي خرجت لقيت عالم اخر تبناو عمارات حومتي وندوز فيها ما نعرفهاش ومن خرج تيبانوا لي الحيوط هاوكا سيديروا جداد وهما لا راه غير العين محدوده نتا تجلس واحد تقريبا واحد الشهرين ولا تلقى الحومه هي الحومه هذه هي سبابي هي الام ديالي باش غنتوب وندخل سوق راسي وتزوجت والحمد لله تنتنا واحد الابن هو جايني والحمد لله نصحوني الناس وقالوا لي اتجه لليوتيوب واتجهت لليوتيوب الحمد لله وقبلوا لي الناس في ديورهم ولاو عندي جمهور بزاف ديال الجمهور وتيكتبوا لنا كومونتيرات زوينه وهالخيبه اللي ما ديرهاش وهالزوينه اللي ديرها كيفاش غتولي العالم الانحراف وانت جاب الله انت تهزيتي من هذيك ببلاصه وتحطيتي فبلاصه وكسبتي جمهور كسبتي عائلات يدخلوك لديورهم وتتفرج وبدون تخسر الهضره او بزاف ديال الحوايج بقيت تنقول مع دماغي وانا ما عمرني انا شو هاد الناس هادو سبحان الله العظيم درت قناه اللي تيقول تبارك الله عليك اللي تيقول صافي تما ما درت الطبيله الخضره في الحومه تنسالي الخضره ديالي تنطلق اللايف ديالي حيت اليوتيوب معي وكنيش. خصني نخدم علاش وعندي وليدات خصني نخدم على دراعي ندبر على راساتي وديك الساعه ليوتيوب تيكون غير فوق الشبع لكن تتوصل واحد الميساج لي نبيل الحمد لله ملي درنا حنا هاد القناه وتصعفوا معنا الناس وحبونا دخلونا لديورهم وتشجعونا واللي بغيتي اخويا نتافطوك اخويا اللي بغيتي كاميرات بغيتي شي حاجه ديال الماتيريال الله يكبر بيكم كيفاش انا بغيتيني نعاود نرجع للحبس ونسمح في العائله هذه يعني. الشيء اللي بغيت نقول لكم كي بغيتوني انا نرجع للحبس ونسمح في العائله هذه انا لا انا اكتسبت واحد العائله في, في اليوتيوب تقريبا بلا ما نقولش شحال تفرجوا فيا ما يمكنش نخسرهم وما يمكنش يفقدوا فيا المصداقيه ديالهم انا قلت لكم شاجين تائب راني شاجين تائب خدام على المحتوى ديالي وتنقدر ديما نقدر نعطيكم الجديد ونقدر نوصل الفكره و... وتنقول لكم ديما راني ما قاريش وراني بزاف ديال الحوايج ماشي زعما ما, ما قاريش آه. ولكن راه كاينين شي وحدين تيعاتبوك في الكومونتيرات تيقول اودي شي كلمه هاديك لا خصها تكون هكا كاع آه. ولكن راني وصلت لك ميساج راني ما قاريش المهم انت ف... فهمتي الفكره ولذلك اخوتي تنقول لكم الله يخلي لكم الامهات ديالكم داخل الوطن او خارج الوطن ومن طنجة حتى للكويرة وتنقول لكم الف 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 تحية وتقدير عند خوكم يونس حيدة وهذا الشيء هذا راه ما تنفتخروش به حيت حنا راه دوزنا شي حاجة للعذاب الله يكبر بكم اخوتي الشباب الله يكبر بكم عيشوا ديك الفترة نتاع الامهات حنا راه ما تقول بنا صح انا راه خصني مني كانت عندي 18 عام نبقى لاصق في امي حتى دير عندي 32 سنة تما شبعت من امي ماشي انا ديك 32 سنة خصني ندوزها في وسط شي عاد نبقى نعطف على امي هادشي اللي بغينا نقول لكم هذا هو الفخ اللي طحنا فيه حنايا باش ما بغيناش نطيحوا فيه نتوما وصلنا لكم تنشكروا الحادث 24 اللي صادفاتنا وتنشكروا الاخ اللي دار معنا التصوير وجنود الخفاء وتنقول لكم الف الف احترام وتقدير عند خوكم ينس حيدا والله يكبر بكم وحنا راه تنصيفطوا هذا الميساج هذا للشباب وتنصيفطوه باش يوعى ما يطيحش في الفخ اخوتي تريني كول بخير هو داك هذا وقت اللباس وقت لانطريما وقت بزاف ديال الحوايج وتنشكركم وتبداو بالصلاه الصلاه اخوتي الصلاه راه هي اللي تتجنها على الفحشاء والمنقى والله يكبر بكم وتحياتي لكم من عند خوكم يونس حيده الى اللقاء فيديو اخر ان شاء الله تنشكركم كاملين من طنجه حتى للقويره وعاش سيدنا